التي سنناقش فيها الحدث الصحي اليوم ومشاركة وزير الصحة وسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سيحي من جنيف والذي تترأس من خلاله الجزائر للدورة 59 لمجلس وزراء الصحة العرب والمدراء التنفيذيين. إذن الوزير سيحي أكد حرص الجزائر على الرفع من الوعي الصحي في المنطقة العربية خاصة بعدما عصفت بالعالم أجمع جائحة كوفيد-19 وأعاد بكرونولوجيا الأحداث الصحية بالجزائر والإجراءات المتخذة للوقوف والنهوض بالقطاع الصحي بالبلاد. إذن تصريحات وزير الصحة عبد الحق سيحي التي أكد من خلالها أن الجزائر قطعت أشواط من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية. الوزير سيحي قال إن الجهود المبذولة في مجال الصحة من خلال ترسيخ حق المواطن في العلاج ومجانية العلاج التي لا زالت تتواصل منذ الاستقلال إلى غاية يومنا هذا. وزير الصحة عبد الحق سيحي قال من جنيف وبالدورة 59 لمجلس وزراء الصحة العرب، قال إن الجزائر تولي أهمية بالغة للوقاية بتقريب المؤسسات الصحية من المواطن عن طريق مؤسسات صحية جوارية وتجهيز المؤسسات بكافة الوسائل الحديثة خدمة للصالحية العام ومنح العنصر البشري أولوية بالغة في المنظومة الصحية، وهذا عن طريق رقمنة قطاع الصحة والأشواط التي قطعتها الجزائر في طريقها لرقمنة قطاع الصحة. وبدأ باعتماد ملف إلكتروني وتنظيم مرور المريض بأجنحة الاستعجالات من خلال اعتماد نظام جديد للرقمنة. إجراءات التسهيل التي عملت عليها الأطقم الطبية والشبه الطبية كانت من إجراءات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تصب لرقمنة وضرورة رقمنة قطاع الصحة بالبلاد، وتحدث كذلك عن أين وصلت الجزائر في جهودها الرامية لبداية العمل بتوصيات القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في الفتح من نوفمبر، وأكد أن الجزائر تحرص على استمرار التعاون لإنجاح كافة قرارات مجلس وزراء الصحة العرب وحتى القمة العربية في شقها الصحي. الجزائر حريصة على تنفيذ هذه القرارات والرفع من الوعي الصحي في المنطقة العربية. كل هذه النقاط ونقاط أخرى التي سأناقشها لعل من أبرز النقاط التي تناولها وزير الصحة الجزائري، قال إن اليوم وجب إيصال الصوت العربي أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة حول الأوضاع الصحية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية عن طريق وزير الصحة اليمني الذي سيلقي كلمة أمام أعضاء منظمة الصحة العالمية في 16 من شهر جوان، والذي من خلاله سيحاول إيصال الوضع الراهن بالأراضي الفلسطينية فيما يخص الوضع الصحي والاقتصادي الهش. وناقش الموضوع متابعينا الكريم مع ضيفي الكريم الذي يلتحق بي عبر الهاتف مباشرة، الدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. مساءك سعيد، أهلا بك معنا عبر شاشة الشروق الإخبارية دكتور. مساء الخير سيدتي، مساء الخير كل مشاهدي القناة. أهلا بك. برأيك لما تحدث وزير الصحة من جنيف لدى ترأسه للدورة 59 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي على أشغال الهامش، الوزير قال أن الجزائر قطعت أشواط مهمة فيما يخص رقمنة قطاع الصحة، أي تقييم لكم لهذا الموضوع؟ اولا يعني شرف كبير يعني لبلادنا ولنا كمهنيين في قطاع الصحة انه يعني الجزائر تترأس يعني اشغال هذه الدورة. وبالنسبة للملف نتاع الرقمنة يعني انطلقنا فيه يعني فعليا يعني نتكلم على وزارة الصحة بالطبع يعني على مستوى الهيكل الصحية العمومية والمرافق الصحية العمومية، يعني انطلقت العملية يعني تقريبا في منذ شهور يعني، ويعني بدأت الامور تتنظم للأحسن فيما يخص يعني ترتيب المواعيد نتاع المرضى، فيما يخص كذلك يعني توزيع يعني الحجم نتاع العمل يعني على مستوى خاصة مصالح الاستعجالات. نعم. وبتسهيل يعني ولوج المريض الى الخدمات الصحية بترتيب الاولويات كذلك على حسب الحالات المستعجلة، وكذلك شيء مهم جدا وهو ادخال ما يسمى العمل بالملف الطبي
هو ملف المريض الإلكتروني اللي يعني راح يسهل يعني حتى لما يتنقل المريض من مكان إلى مكان من ولاية إلى ولاية راح يرافقوا الملف الطبي نتاعو رقميا. يعني ممكن المريض اللي يستقبل الطبيب عفوا اللي يستقبل المريض يعني اللي يجي مثلا من ولاية جنوبية ولا من داخل البلاد إلى ولاية شمالية يكون عنده حتى الملف يعني الملف الطبي نتاعو الرقمي بما فيها الأشعة والتحاليل المخبرية يعني مقررات العملية الجراحية يعني كنخضع لها المريض يعني كلها راح تسهل وتسهل من يعني الولوج للخدمات الصحية التكفل بالمريض وتحسن كذلك من نوعية الخدمات اللي نقدموها للمرضى نتاعنا. نعم. طيب اليوم لما تحدث الوزير عن المؤشرات الصحية التي تحسنت بالجزائر قال إن مجانية العلاج تحسب لصالح الجزائر وهذا منذ الاستقلال وتدخل في إطار الجهود المبذولة في مجال الصحة في ترسيخ حق المواطن في علاج ومجانية العلاج والشمولية والمواساة في الحصول عليه إلى غاية اليوم. اليوم بالنسبة للمنظومة الصحية حسب الوزير التي تحسنت كافة مؤشراتها، هل من مؤشر ولو لمؤشر واحد يدل على أن الجزائر تمشي في الطريق الصحيح نحو تحسن منظومتها الصحية؟ بالطبع هو يعني لما نتكلم على مثلا الأمراض المعدية أو الأمراض المتنقلة يعني كاين أمراض كما مرض الشلل مثلا يعني الجزائر يعني تخلص عندها حتى شهادة من عند المنظمة العالمية للصحة منذ سنوات يعني تقر يعني وتؤكد على أنه هذا المرض يعني تم القضاء عليه يعني في الجزائر والحمد لله. لما نتكلم على أمراض معدية أخرى كمرض الكزاز السعال الديكي البوحمرون أو مرض الحصبة وأمراض متنقلة اللي كانت متنقلة عن طريق المياه كذلك يعني كل هذا بفضل تحسن يعني القنوات وضع القنوات يعني الصرف الصحي توفير المياه الشرب الصالحة للشرب يعني كلها يعني مؤشرات صحية تعنى بها المنظمة العالمية للصحة ومن خلالها تعمل على تقييم المنظومات الصحية في العالم. ضيف إلى ذلك يعني مؤشرات أخرى متعلقة يعني بالعائلة أو تنظيم ما يسمى يعني بتنظيم النسل يعني في تحكم أحسن يعني في يعني في الوتيرة نتاع الزيادات يعني بالنسبة للمواليد الجدد وكذلك تحكم يعني فيه نقص كبير في عدد الوفيات عند المواليد الجدد وعند النساء الحوامل وهذا من بين المؤشرات كذلك الأخرى التي يعني تركز عليها المنظمة الصحية عفوا لتقييم يعني أداء المنظومات الصحية في كل الدول. الوزير من جنوب أكد على ضرورة رقمنة قطاع الصحة بالجزائر وهنا تحدث عن مؤشرات، لما نبحث في إلى أي مدى اعتماد ملف إلكتروني وتنظيم مرور المريض بأجنحة الاستعجالات سمحت برقمنة القطاع وهل من آليات اليوم وجب أن تقف عليها المنظومة الصحية في رحلتها لرقمنة قطاعها؟ بالطبع هي عملية الرقمنة يعني انطلقنا فيها رسميا على مستوى القطاع هي راهي في بدايتها وراح تتحسن على مراحل يعني هذا شيء يعني شيء مفروغ منه لانه راح يكون فيه يعني بعض النقائص يعني في بداية الامر وهذا منتظر راح يتم معالجتها في كل مرة عن طريق الملاحظات او التقييم الدوري اللي تقوم به مصالح وزارة الصحة وبعض المقترحات اللي تقدمها كذلك يقدمها المسيرين على القطاعات الصحية المختلفة كانوا مستشفيات ولا يعني مرافق صحية جوارية وكذلك يقدموها رؤساء المصالح المختلفة يعني دائما في ملاحظات تسمح بتحسين يعني أداء هذا المنصة الرقمية الموضوعة تحت تصرف المهنيين والمسيرين بصفة عامة وراح يتم يعني رفع من مستوى أدائها ونجاعتها على مراحل يعني رانا في بداية العملية ولكن نلاحظوا انه حتى في بدايه وحنا في بدايه العمليه انه كثير من الامور يعني بدات نتائجها تظهر يعني بالنسبه للترتيب يعني قلت يعني تنظيم الولوج للخدمات الصحيه خاصه في بالنسبه للاستعجالات يعني تنظيم احسن بالنسبه يعني بالنسبه لتوزيع المواعيد بالنسبه للمرضى الدفتر الصحي رغم انه فيه عديد من يعني النقاط او الامور يعني والمتطلبات يجب ان تدرج ولكن تدريجيا رانا نشوفوا باللي فيه عمل راه يقوم به المصالح المعنيه على مستوى وزاره الصحه
كنت المصالح المالية هي الدائرة المختصة بالرقمنة والإعلام الآلي. ومن هذا الباب يعني تخليني نفتح قوس نقول باللي ضروري أنه تكون فيه مديرية مركزية على مستوى وزارة الصحة، يعني يعني مديرية الرقمنة أو مديرية تعنى بهذا العمل نتاع الإعلام الآلي. لازم يكون فيه توظيف يعني نتاع مهندسين يعني في الإعلام الآلي وفي البرمجة داخل يعني قطاع الصحة على مستوى مركزي على مستوى محلي، يعني على مستوى المديرية الصحة الولائية، باش يكون فيه يعني مشرف ولائي أو جهوي على هذا العمل، ويكون فيه كذلك توظيف لمهندسين وتقنيين سامين في البرمجة والإعلام الآلي واستعمال هذا يعني الشبكات نتاع التواصل بالنسبة يعني لصيانة ومتابعة كل شيء لازم يعني يستحدث أو يحيينا على مستوى هذا المنصة نتاع الرقمنة. ونظن أن وزير الصحة يعني على يعني على دراية بهذه الحاجيات، والوزارة تعكف ولا تعمل على أنها مستقبلا يعني تفتح التكوين لهؤلاء وتفتح التوظيف، خاصة يعني باش يكون فيه يعني يعني كما قلت يعني إدارة مركزية إدارة محلية على مستوى الولايات على مستوى المؤسسات، يعني تعكف على سير هذا الملف نتاع الرقمنة وتوجيهه يعني في الاتجاه السليم. طيب اليوم دكتور الياس أمرابط، لو أمر معك لنقطة نقاش محورية، الوزير السايحي أكد حرص الجزائر على استمرار التعاون لإنجاح كافة قرارات مجلس وزراء الصحة العرب. من هنا أنطلق معك مع فكرة التعاون العربي ومنه التعاون الجزائري العربي، اتفاقات كانت قد كللت بالنجاح، لعل أبرز وآخر اتفاق جزائري أردني فيما يخص طبعا قطاع الصحة. اليوم هل الجزائر بحاجة لشراكات عربية في قطاعها، سواء بصناعة الأدوية أو حتى بالنسبة لشراكات أخرى في هذا أو فيما يخص قطاع الصحة بشكل عام؟ أنا نظن يعني كل منظومة صحية هي في حاجة أو بحاجة لأن تحتك بنظيراتها. الوطن العربي إذا كان نقسموه إلى يعني المغرب العربي ودول المشرق العربي، يمكن على الأقل على مستوى دول المغرب العربي، كي يقول دول المغرب العربي أنا أتكلم على الجزائر، تونس، المغرب، نتكلم على ليبيا، نتكلم على مصر، نتكلم على موريتانيا مثلا، تقدر تكون على مستوى هذه الدول مثلا لما لا وكالة جهوية يعني يعني تعنى بالأمن الصحي والوقاية الصحية، كما موجودة مثلا الوكالة الأوروبية أو الوكالة البريطانية، الوكالة الكندية، الأمريكية. يجب أن نفكر يعني في أن تنشأ مثل هذه التنظيمات أو مثل هذه المؤسسات لكي يعني تعمل على الاستشراف يعني بالنسبة للحاجيات نتاع المنطقة، بالنسبة للخدمات الصحية، تأخذ العمل الديموغرافي، تأخذ العمل البيئي، تأخذ العالم الإبيديميولوجي، وتأخذ يعني يعني تبني يعني ولا تعطي توصيات للمنظومات الصحية داخل هذه البلدان الكل، باش يعني تعمل مش بالتنسيق مجتهدة باش توفر يعني لكل هذه الدول كل المستلزمات التكنولوجية والمرافق، وكذلك الجانب نتاع التكوين، البحث العلمي والصناعة الصيدلانية، صناعة اللقاحات، يعني كل هذا المحاور يعني الأساسية تقدر يعني تعنى بها وكالة عربية، تقدر تكون يعني جهوية، تقدر نعم بما انه فيه منظومة يعني عربية تشمل يعني ونظم كل هذه البلدان، لما لا يكون فيه يعني وكالة عربية للأمن الصحي الوقائي يعني كما معمول به في كل دول العالم كما قلت يعني. ونظن انه التجربة نتاع الجائحة الأخيرة نتاع الكوفيد 19 أثبتت أنه من الضروري أن يكون فيه تنسيق على مستوى جهوي، من الضروري أن يكون فيه تنسيق على مستوى دولي، لأنه كل دولة على حدة يعني لا يمكنها أن تتصدى لمثل هذه الأزمة الصحية، وممكن جدا أنه راح تكون يعني أزمة صحية أخرى مستقبلا. طيب أشكرك جزيل الشكر دكتور الياس أمرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، شكرا لك جزيل الشكر، كنت ضيفي مباشرة عبر شاشة شروق الإخبارية.